عد, عد يا اميرك الله هو أكبر يا اخوي الله هو اكبر اللي قوليلي يا ممربت انتي بلغتي عن كام واحد خمسة مم. وعرفتي بقى ازاي ان عندهم فراخ يوه يا مجدة يا اختي احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا امم آه. جيران وهي باع الجيران عادي يعني <applause> في اي مش لمصلحتهم يا اخويا مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم وبعد البوابه ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون يعني ده انا غلطانه بصراحه انا معاك يا ام ميرفت لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع <applause> الفرد ايه المجتمع ايه دي باع الجيران بيعة بياعه بياع يعني <applause> بقول لك ايه يا ام انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها يا لهوي لحقوا يمسكوها انا لسه مبلغ عنها من ساعه بص يا ام اكيد اللي انت بتعمليه ده صح عايزه تحافظي على العماره وعلى السكان وعلى نفسك بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك <applause>